السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اش اخباركم؟ اش كتعاودوا؟ كلشي مزيان؟ ايوا الحمد لله. هنا كيف ما كتشوفوا البنات، بديت معاكم الفيديو مع سي معاش البنات مع 8 ونص ديال الصباح. هنا كنصور لكم مع 8 ونص ديال الصباح، راه يبان لكم هنا. يلاه بداوتي يعني بداوتي فرشوها كصحاب المحلات. المهم البنات، هنا كنصور لكم من سوق الحد. بالنسبه للبنات اكادير ولا بنات خارج اكادير، كيبقى سوق الحد راه هو اكبر سوق، يعني واحد السوق اللي كبير بزاف، واي حاجه كتقلبي عليها كتلقايها فيه. فالبنات انا كما قلت لكم فقت بكري، هذا النهار ديال الحد، يعني النهار اللي كيعمر فيه السوق، واخا مشينا بكري يعني مشينا مبكرين، حتى الفطور ما فطرتش البنات في الدار. المهم كما كتشوفوا بالنسبه لهذا الشارع، هذا صورت لكم هنايا، هذا كيكون يعني العام كامل تيكونوا هاد، خاص غير بالطواجن بالقصريات بهذوك الشوايات، يعني ديما تيكونوا هنايا. هنا البنات كيف ما تتشوفوا مشينا لواحد القهوه حدا السوق، شدينا حريشه، انا خديت مسمنه ها هي كاتبان لكم، ورجلي خدا حريشه وشويه ديال الزيت بلديه صافي، وبرير ديال الاتاي. هادشي اللي كاين البنات، وكان واحد الشومه البنات، واحد الصعودات الله يرحمنا وصافي. وهاد الموجه ديال الحراره كنعرفوا انها يعني بزاف د المناطق اللي في المغرب، غير هو حنا الناس ديال اكادير ما موالفينش بالصهد يعني نهائيا، دائما عندنا الحال مبرد. المهم البنات، انا شتت لكم واحد القيطه على هذا المحل، هذا كتخدم فيه اختي. المهم هي بحقها قالت لي قولي ديالي، ولكن انا نتوما المتتبعات ديالي ما نكذبش عليكم. غير كنضحك معكم البنات، اختي غير اختي كتقرا يعني عندها لافاك، غير في الصيف هكا كتخدم بحال هكا، ما كتبغيش تبقى جالسه في الدار، كتعاون راسها وكتبدل حتى هكا الخدمه، حتى تبدلي فيها الجو، كتلاقي مع ناس، كتشوفي بزاف ديال الحوايج. المهم البنات مشيت وتلاقيتها هنايا، وصراحه بقيت غير كندور اول مره كنمشي عندها، حتى تضفت معاها هنايا. المهم كاين عند في كيبيعوا الزيت ارغان وكيبيعوا هنا البنات. المهم اللي بغات شي حاجه في هذا الشيء ديال العسل، زيت ارغان، هذا الكوماج، الزيوت، اي حاجه بغيتوا، شي حاجه راه نخلي لكم النمره ديالها وتواصلوا معاها. كاينين البنات كوماجات واعرين. دابا يلاه دخلت للدار، غنشارك معكم كاع داكشي اللي خديت من السوق. خديت البنات شويه ديال العطريه ديال ان شاء الله العيد، خديتها من دابا لان داك الزحام، انا كنتفادى داك الزحام راكم عارفين في ايام ديال العواشر. صافي، وخديت اهم حاجه مشيت على قبلها البنات انا لهذا السوق، هي هاد هاد الباب هذا ديال 3D، هاد الورق ديال الحيط هو هذا البنات، هو اللي خديت انا نشاركو معاكم. صافي بغيت نحيد ان شاء الله هاد هاد الروينه هادي اللي بقات لي في الكوزينه، بغيت نساليها قبل العيد ان شاء الله الا طول سير ربي في العمر. داكشي باش مشيت خديتو، واخا انا الصراحه كان عاجبني هاد اللون هذا، ها هو هاد اللون هذا، ولكن كتبيت ناخذ الابيض او لا شي او اللون اللي بحال في لاكارس، ولكن ما لقيتش. صافي وخديت غير هذا، هانتوما نقربو لكم باش تشوفوا، ها هو البنات. حتى هذا اللون هذا يعني كيجي بحال رخام، ماشي شي حاجه اللي يعني اي كوزينه يعني كيف ما كانت غادي يجي مع هذا اللون هذا. المهم انا كتبت ناخذ البنات كيف ما كتشوفوا، كتبت ناخذ في اللون ديال بلاكارس بحال هكا، ولكن حتى هذا غادي يجي زوين، هانتوما حتى هذا غادي يجي زوين. صافي غادي نسقوا ان شاء الله ونشاركوا معكم كيفاش جا. خديت نشوف شحال خدينا بعدا هنا، خدينا واحد جوج ثلاثة ربعة، خدينا البنات خمسة، خدينا خمسة بالنسبة للثمن تيديرو 20 درهم الوحدة، 20 درهم الوحدة، خديت خمسة ب100 درهم، وخديت واحد الموس هدا ديال راكم عارفين ديال السليخ. ها هو خديت هاد الماركه هادي البنات زوينه، الامبريال هادي معروفه ب10 دراهم. خديت اتاي، خديت اتاي هاد الدعين الرق زوين البنات ب45 درهم، 900 ريال نص كيلو. خديت هاد البابي هذا ب260 في 3 260،
وخديت كما قلت لكم العطريه ان شاء الله ديال العيد، وخا مازال عندي العطريه ولكن كنعرفوا ان في العيد كنبغوا هكا شي عطريه اللي كتكون جديده ومطحونه على اليد. انا لبست هاد العطريه كلها يعني طحنتها، خديتها وطحنتها يعني طحنها السيد قدامنا. فاول حاجه البنات خديت البزار، خديت 15 درهم ديال البزار. انا دائما العطريه ما كناخذش فيها بزاف، كنبغي دائما ناخذ حاجه تكون جديده ومطحونه باش هكا كتجي كتجي طياب زوين. خديت هذه ب 15 درهم البزار 15 درهم. وخديت هنا البنات هذا الكمون، خديت 10 دراهم ديال الكمون، وخديت 10 دراهم ديال السكينجبير، وخديت 10 دراهم ديال القزبور مطحون. لا هذا البنات هو القزبور وهذا الكمون ديال تشابو. المهم 10 دراهم 10 دراهم. خديت 10 دراهم ديال الزبيب هذا، وخديت نص كيلو ديال البرقوق، وخديت وقيله هذه يمكن رابعه، المهم ب 20 درهم ديال المشماش. ها هو 20 درهم ديال المشماش. خديت الثومه 10 دراهم، خديت 5 دراهم ديال القرفه، وخديت هذه المروزيه ديال اللحم البنات، خلطتها قدامنا المروزيه ديال اللحم، يعني هز شويه شويه من حاجه وخلطها قدامنا. هذه البنات هذه العطريه ديال القهوه. انا البنات عندي عندي القهوه، عندي خديت القهوه ديال العبار صافي، وخديت ليها دابا شويه ديال العطريه 10 دراهم ديال العطريه، الشريحه ديالها زوينه البنات، خديت 10 دراهم. وخديت خرقوم عرق حتى هو 10 دراهم. خديت تحميره 10 ديال الدراهم، وخديت ثومه غبره. ها هي البنات ثومه غبره حتى هي كدير 10 ديال الدراهم. هادشي اللي كان البنات، هادشي اللي تقديت شاركته معاكم. غنلصق هاد الورق اللي في على حسب هاد البوطاجي هذا. عصير البنات على حراره عندنا في اكادير، عصير ما نقولش لكم كيما وصلت عرفتي، طحت على واحد القرحه ديال الماء بارد، عندنا الشوم الشوم الشوم، واحد الجو ماشي ديال البحر، واخا سخون ماشي ديال البحر، يعني اللي مشى للبحر غيجي مسخسخ. صافي البنات، المهم غادي ندير لهم الغداء بعدا هو الاول، وغادي نصبغ هاد الورق هذا غنشاركو معاكم، غنحيد بعدا هادي ديال المواعن، وهانتوما معايا ان شاء الله اي حاجه درتها هانتوما معايا. ثم البنات من بعد ما ساليت كيف ما كتشوفوا، هذه هي النتيجه النهائيه كيف ما كتشوفوا هانتوما، هي هذه حتى تعطوني الراي ديالكم. لصقت البنات حتى هنايا كيف ما كتشوفوا، لصقت البابي حتى فهاد الجنب هذا، من حيت كيهبط بعض المرات الماء من تما من جهه ديال لافابو تيهبط الماء، وهذا المهم غير يحبس شويه لان هادو هاد النوعيه هادي ما خصش يقيسها الماء كتخسر. صافي ها نتوما البنات حتى تعطوني رايكم، قولوا لي كيفاش جا هاد البابي هذا. مهم تغيرات الكوزينه، كاين واحد النوع من التغيير كيف ما كتشوفوا. صافي هنايا البنات ها نتوما نقرب لكم لهاد البابي باش تشوفوا كيفاش داير. ها هو البنات تيجي هو شويه قاصح، ماشي بحال داك الاخر اللي كيلصق. صافي هنا البنات دايره العجانه، دايره هاد ديال السكر وسكر واتاي، ودرت حتى هادو هنايا. هادو البنات مازال ما عارفه شنو ندير فيهم، مهم ندير سنيده، هادي بدا بانت لي كبيره ديال السنيده، ندير فيها قهوه، وهادو نخليهم المكسرات ولا شي حاجه بحال هكا. بالنسبه للبنات هادي العطريه غير حطاها هنايا، ما كاينش فين نحطها حتى نعلقها، ما عرفتش مازال فين غادي نديرها بلاتي صراحة، مازال ما عارفاش فين غادي نديرها. هنا البنات هنا كيبان مزيان، هنا كتبان كيبان التصوير مزيان. هانتوما هانتوما كما كتشوفوا البنات صافي، والحادقة راه درت واحد الكيكة، المهم درت الغدا ولصقت البابي ودرت الكيكة، قولوا ما حادقاش. هانتوما البنات الكيكة كتجي
زوينه فنه هانتوما البنات، تتجي رطبه 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 السوق، تتجي محمره هانتوما البنات. هذه هاد المولى البنات عاد خديته وما كانش عندي، شو عاد خديته صافي، وقلت نشارك ان هذا نحط هو الاول وصفه دائما البنات، لان كاع الوصفات كنحاول اني نجربهم. دابا هاد المول ما كنتش عارفاش يعني قدرت انه يهز ثلاثه ديال البيضات، صافي درت فيه ثلاثه ديال البيضات وفعلا كان هو هذاك، وما صورتهاش معاكم، قلت حتى نشوف كيفاش غادي تجي، الا جات زوينه عاد غادي نحطها مع البنات. هذا الشيء اللي كاين البنات، المهم هذه هي الكوزينه كيف ما كتشوفوا، هي هذه، تتعطوني رايكم.